مرة ما كنا نتصوروا لبعد 14 جار في شقة متتبع للرأي الحر. نعم. جيت نحب نذكر اللي ستار بالحسين كان مناضل ضد الاستبداد من أجل الديمقراطية منذ الستينات. وفي عهد الاستبداد نتاع بن علي والرداء والفساد افتح القناة نتاعو للناس اللي اليوم في الحكومة وما كانش يفرق ما بين الضحايا وكان مدافع شرس على الحرية وعلى الديمقراطية. وقفة احتجاجية طبيعية. نعم. واستحقاق. أنا بالنسبة لي مع تواجد ضروري وأنه نحميه إنسان مثالي كان في مستوى مواقفه وفي مستوى إعلامه وفي مستوى مهنته وفي مستوى يعني حتى علاقته باللي ماهوش موافقهم كيف داو عرضة لأي يعني دافع الناس اللي تمسهم الاستبداد في السابق احنا مساندين حرية الصحافة حرية التعبير. نعم. مساندين طاهر بن حسين مصيبته اعلامي متميز والتهم اللي موجهة ضده هي تهم على غير ليس الاساس لها من الصحة واحنا نعتقد اللي فما ناس نداول العنف والتفاطم وحثوا على التباغض بين المواطنين اللي هم مسيدين ومازالوا يحكموا بالبلاد ولهذا احنا نراو كون الوقفة هذه في نفس الوقت وقفة تضامنية من اجل التعبير عن ضرورة احترام حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية الاعلام واستقلال القضاء وفي نفس الوقت هو مطالبة هذه الحكومة بالتحلي والاستقالة هي محاكمة للنظام انا حسب رايي انا محاكمة